يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موعدنا اليوم مع فيديو جديد من سلسله فيديوهات مرض السكري. بعدما تعرفنا في الفيديو السابق على اعراض السكري واهم مضاعفاته، سنوضح اليوم تاثير السكري على اكثر الاعضاء تضررا به، ونبدا ذلك باهم عضو وهو العين. فالتاثير الاولي للسكري على العين يتمثل في تمدد الاوعيه الدمويه الدقيقه، مرورا بنزف الدم الذي يتم تشخيصه برؤية بقع على شبكية العين، مما يتسبب في مشاكل عديدة بالشبكية وعدسة العين. أما التأثير الثانوي فهو إحداث الضرر في الأعصاب المغذية لعضلات العين، مما يتسبب في حدوث ازدواج في الرؤية. وبالتالي فقد يصل الأمر عند عدم التحكم في السكري ومراقبته إلى تضرر العين بشكل كامل ثم العمى لا قدر الله. والآن سنتحدث عن تأثير السكري على الأعصاب، وسنعرف كيف تتأثر الأعصاب بمرض السكري. السكري يدمر الأعصاب بضربة مزدوجة، حيث أن ارتفاع مستوى السكر ينتج عنه تكون مادة تضر الأعصاب وهي تسمى مادة السوربيتول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السكري يسبب ضيق وانسداد في الأوعية الدموية، مما يسبب إتلاف للأعصاب المرتبطة بتلك الأوعية. ونصل الآن إلى سؤال مهم، هل اعتلال الأعصاب له تأثير على باقي أعضاء الجسم، أم أن الأمر يتوقف على اعتلال الأعصاب فقط؟ الإجابة هي نعم بالطبع، يحدث ضرر يمتد إلى أعضاء أخرى مهمة بالجسم، وذلك بسبب أن الأعصاب هي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية من المخ إلى باقي أعضاء الجسم. وفيما يلي سنوضح بعض الأضرار التي تترتب على ذلك، ومن تلك الأضرار الشعور بتنميل وقلة تروية دموية في الأطراف وخاصة القدمين، مما يمنع التئام الجروح، وكذلك ضعف بالعضلات يتم تشخيصه عند الإحساس بالتعب والإجهاد مع أقل مجهود. وتجتمع مشاكل الأوعية الدموية مع ضعف الأعصاب لإحداث مشاكل جنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء، هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى وظيفة الأعصاب الأساسية وهي نقل الإشارات من المخ إلى باقي أعضاء الجسم. وتعد القدم من بين أهم الأعضاء التي يلحقها الضرر بسبب السكري، وتبدأ مشاكل القدم بإحساس بألم في الساقين أثناء المشي، وانتهاء بحدوث جروح غير ملتئمة وغرغرينة. ونلخص جميع مشاكل القدم السكرية في سبب مهم، وهو انخفاض التروية الدموية للقدم بسبب ضيق الأوعية الدموية. طيب، عايزين نوضح حجم المشكلة بشكل مبسط. لو عندك عضو في الجسم ومش بيوصل لدم كفاية، يعني مفيش تغذية بتوصل للعضو ده، أكيد هيصاب هذا العضو بنقص المناعة ودي مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر إن العضو ده بيكون مكان مناسب لتعايش الميكروبات والبكتيريا، وعرضت المثال ده علشان نوضح أهمية العناية بالقدمين. وهذا يتم بالاهتمام بالنظافة المستمرة والتجفيف المستمر، وأيضا البعد تماما عن مسببات ضيق الأوعية الدموية زي التدخين. ويجب على مريض السكري الاهتمام بتنشيط الدورة الدموية باستمرار، وذلك بعمل تدليك للقدمين وممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بتنشيط الدورة الدموية فيها. السكري من أهم أسباب القصور والفشل في وظيفة الكلى، ويبدأ تضرر الكلى بانخفاض في وظيفة تنقية الدم من مخلفات الأيض. ولكن عدم التحكم في ارتفاع مستويات السكري لفترة طويلة قد يؤدي إلى فشل الكلى. ووظيفة الكلى بكل بساطة هي فلترة مكونات الدم والإبقاء على نسب المعادن والسوائل ثابتة بالدم عند نسب معينة حسب احتياجات الجسم. طيب، تقوم الكلية برمي المخلفات الضارة بطرحها في البول، وفي نفس الوقت تقوم بحجز المعادن والمواد الغذائية ولا تسمح بخروجها من الدم إلى البول. ولذا فعند اعتلال كبيبات الكلى وهي المسؤولة عن عملية الفلترة، يحدث اختلال في تلك النسب المذكورة، فتبقى مخلفات الأيض بالدم، وقد تنزل بعض المعادن والمواد الغذائية في البول. يعني اللي مفروض إن هو يتحجز بينزل، اللي هي المواد الغذائية، والمفروض إن هو يتفلتر وينزل في البول بيتحجز، بيحصل حاجه نسبه خلل في عمليه الفلتره، فيحدث ما يسمى بتسمم الدم
مع انخفاض بعض العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم. ولذلك فأهم نصيحة يتم تقديمها لمريض السكري هي مراعاة اهتمام مريض السكري بمراقبة وظائف الكلى وعمل الفحوصات الدورية للتأكد من حالة الكلى الوظيفية، بالإضافة إلى مراقبة السكري باستمرار والتحكم في مستوياته ومنع ارتفاعها لفترات طويلة. والآن سنحاول الإجابة عن سؤال مهم: هل تتأثر الأوعية الدموية الكبرى والمغذية للقلب والدماغ بالسكري؟ والإجابة هي نعم. ويساعد في حدوث ذلك وجود ترسبات من الكوليسترول والدهون داخل الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وخاصة الشرايين التاجية، والتي يؤدي تصلبها إلى إحداث ذبحة صدرية، ويؤدي تصلب الشرايين أيضا إلى إحداث جلطة دماغية. والألم يحدث عندما يبذل الشخص مجهود عضلي، وهنا لا تستطيع عضلة القلب ضخ كمية زائدة من الدم في مقابل المجهود المبذول، وبالتالي تقل كمية الدم التي تصل للقلب، مما يتسبب في تراكم مخلفات الأيض فيها مثل الحمض اللاكتيك، مما يؤثر في نهايات الأعصاب المحيطة وحدوث الألم الشديد. ويتم تشخيص الذبحة الصدرية عندما يزيد الألم مع المجهود ويهدأ مع الراحة. ولذا فعلى مريض السكري البعد تماما عن مسببات الكوليسترول والدهون الثلاثية. ومن الجدير بالذكر أن التحكم في مستويات السكري يحمي من مضاعفات تلك الأمراض ويقلل من نسب حدوثها. بإذن الله في الفيديو القادم سنقدم طريقة عملية لتشخيص مرض السكري بشكل صحيح، وبحيث تعطي هذه الطريقة إجابة محددة لسؤال مهم، وهو: هل أنا مريض سكري؟ ولو حد استفاد من الفيديو ده بشكل خاص أو من سلسلة فيديوهات السكري بشكل عام، يريد يدعمنا اللايك وشير علشان نكمل في تقديم مثل هذه الكورسات المهمة والتي نقدمها بشكل مجاني بالكامل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو العشب الوحيد حتى الآن الذي يعالج الفشل الكلوي والقصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتينين وحالات أعرفها شخصيا، ويستخدم أيضا للتخسيس وعلاج التهاب كبيبات الكلى وضعف وهشاشة العظام وقرحة المعدة والسكري من النوع الثاني والقولون العصبي وجرثومة المعدة وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول والتهاب القولون والكبد الدهني والتهاب المعدة والنقرس والإمساك المزمن وأمراض أخرى يمكن علاجها تماما بالصمغ العربي الهشاب.